أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكفر من قاتل في صفوف النصارى ضد المسلمين، وهل يجوز قتله؟ هذا إن كان مكرها، إن كان مكرها فهو معذور، حملوه غصبا عليه خرجوا به فهو ما. أما إن خرج معهم باختياره فهذا عليه الوعيد الشديد، كما جاء في المسلمين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، لما خرج المشركون لغزوة بدر خرجوا بهم، ولما التقى المسلمون والكفار قتل هؤلاء المسلمون في صفوف الكفار، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ما قالوا وش إيمانكم وش دينكم، قالوا فيما كنتم، من أنتم معه، من أنتم معه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم ما قالوا هذه حجة الاستضعاف، ألم تكن أرض الله واسعة، أنتم ممنوعين من الهجرة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد من الله، لا نقول إنهم كفروا، لكن نقول هؤلاء فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، توعدهم الله بجهنم والعياذ بالله. نعم.